القصف على بلدة عين الفيجي أخي الكريم كان بشكل يعني لا يمكن لأي شاعر في الدنيا ولا لأي وصف أن يوصف القصف وهمجية القصف على بلدة عين الفيجي. يعني تخيل معي أنه المنطقة بمحيطنا بالفيجي مساحتها 300 متر مربع لا تتجاوز، أمطر النظام بأكثر من 300 برميل وغارة جوية بطيران المروحي وأكثر من 200 غارة بطيران الحربي بنفس يوم واحد. هذا أعداك عن بقية الأيام، يعني في يوم واحد كان مركز فيه القصف، صواريخ الفيل، أنواع القذائف، أنواع الرشاشات اللي انفتحت على المنطقة، ضيق المساحة الجغرافية، كثافة النيران، لا يوجد في المنطقة كان أي بنى تحتية لتختبئ بها، يعني ملاجئ ليست مجهزة لأنفاق، ليس لأن المنطقة قائمة على بحر من المياه نبع الفيل.